Iraqi Development Organization is next. سيد الرئيس, IDO مع المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة العربية لمراقبة الحقوق تلفت انتباه المجلس إلى الانتهاكات الجسيمة المستمرة للحقوق الاقتصادية في اليمن, حيثما تنتشر المجاعة والأوبئة بسبب الحصار المفروض من قبل التحالف بقيادة السعودية الذي تسبب في وفاة أكثر من 100,000 طفل في السنتين الماضيتين وأجاع ما يقارب 18 مليون عن طريق الاستغلال الغير قانوني لقرار مجلس الأمن 2140 و2216. ويعتبر هذان القراران تدابير قسرية محددة حولهما التحالف السعودي إلى إجراء قسري انفرادي شامل ينتهك بشكل إجرامي حقوق ملايين اليمنيين من خلال استخدام التجويع كأداة حرب وتدابير محسوبة تخلق ظروف معيشية يهدف بها الهلاك الفعلي للشعب اليمني أو إرضاخهم. إن منع تصدير واستيراد المواد الأساسية التجارية أدى إلى تراجع حاد في إيرادات اليمن العامة بنسبة 86% مقارنة بالعام ما قبل فرض الحصار الغير قانوني. ناهيكم عن منع دخول المساعدات الإنسانية وتنفيذ ضربات جوية يوميا على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة تشل الحركة الاقتصادية في البلاد وإفقار ما يقارب 7.5 مليون يمني بسبب حجب الحكومة المدعومة من قبل التحالف لرواتب أكثر من مليون موظف.